الجميع، كيفكم طيبين؟ رجعت لكم بفيديو جديد لعيال غربية. طبعا زي ما صارت الساحة كلها عارف ايش اقدم، فما يحتاج اقول لكم اني انا مهتم في التصوير والإيديتينج والامور الفنية كلها. يعني ازعم انا اني اكمل خوياني في الساحة يعني، وان شاء الله انهم فيهم الخير والبركة. فراح نشوف اليوم فيديو جديد لعيال غربية، ولكن قبل ما نروح ارجعكم كده شوية للاعمال اللي صارت بعد البيف عيال غربية مع الجروب الخصم. فنزل بعد البيف غنيتين، اللي هي غنية طحس كانت فكرتها مرة جيدة، وهي تعريف للناس عن الهيب هوب والمدرسة القديمة وفروع الهيب هوب اللي هي كانت الراب داون يو نيز قدامك الجيز لو تبى تسمع مننا الفونك والدانس الفونك يو هي لو تبى تسمع مننا الجونكي فونك كانتونا صف العزل اما كانت وكال والجرافيتي الاقربات زمان حارك وسكوف جي والدي جي تنمح حيال الغرب يعتبر لك البيت، واذا ما خاب ظني اللي هو البيت بوكس البيت بوكس اللي هي أصوات من الفم. بعد كده نزل عمل صقر وإريك، وكانت من أروع الأعمال اللي نزلت اللي سمعتها أنا. بالنسبة لي يعني ما أركب السيارة إلا لازم أسمعها. أنفض القلم، والقصة كانت تدور الجان هم يساعدوا صقر في كتابة الكلمات، وما هي إلا دلالة على قوة كلمات صقر، ما في شيء تاني. الرجال يكتب بنفسه يعني، لا تفكيراتكم تروح بعيد والحياة جميلة. وأتوقع أني سويت على المقطعين فيديو. وبالإضافة إلى إريك كان الكورس أداه بطريقة جميلة جدا. لك المحطم ينفض القلم لجين كيلر يسبب فنم راكين يو ريكين يو بوي يوفو وجك تقلب صنم ينفض القلم لجين كيلر يعلل الألم في الدبين بو ما حق الربنا وما أني عدم. فخلينا نروح للفيديو حق اليوم اللي هي لو كنت بدالك، ونشوف ايش عندهم وايش قدمنا رائد من الإبداع. طبعا رائد من أفضل المصورين والمنتجين في الساحة، أو الإيديتور عشان نكون مور سبيسيفيكلي يعني في الساحة، ومن القدام في الساحة أيضا. ودائما ارفع سقف التوقعات عند الجمهور. فنروح نشوف ايش مقدم لنا، وإن شاء الله يكون شيء جميل وفي قصة أيضا. أوه، ممشى اليمامة، هيا السلام. بداية انه جاله تنبيه، وانه كلهم جالهم تنبيه، جميع طوائف المجتمع. وجودنا في الدنيا يعتبر أصعب امتحان، لكن أمورنا تتيسر لو نوزن الأخطاء من الصواب. نمر فيها بتجارب صعبة ومنها نتعلم ونعلم غيرنا، وكل من له معزة وليت ينتفعوا من الجواب. بعضهم مهملين استخدموا فن التجاهل، بعض الآخر يتعامل معاها بالتساهل. منها الصعب يكسر ظهور الناس من كبر الهم، ومنها الهين لكن ضاع منهم التفاؤل. منهم ناس ابدعوا في الخروج من المآزق، منهم من تحملها ولو كانت مثل جبل شاهق، منهم من جعلها بيد الرحمن الغفور الرازق، منهم من اعتمد على سماح مار الناهق. لو كنت بدالك ما سمحت بأي تدخل، وإن عجزت وأبغى أستشير ما اعتمد على مغفل. ما أراجع إلا من وثقت به طول عمري منتبه، لأن ما حد يعرف إيش يمكن تخفيه الأيام. بدالك هل صالح الشاب ولا بتعيش زي مصير؟ ليه كده؟ ليه الثلج يلامس القلب، اللي مو عارف ليش كنت عايش في منطقة فيها ثلج. لو كنت بدالك هل صالح الشاب ولا بتعيش زي موسيقى؟ هذه الدنيا دنيا والدنيا هي كروس لاب، بس هذه دنيا أنا سلف وداي. علموك في الدنيا دي انك تعمل الخير بس في البحر ترميه، بس ربك ما يجليه. عرف في الدنيا دي اللي ما عرفوا ربوه اهل الدنيا تربيه، عشان كده راسي مشتري اصابع يدك مو زي بعض، فلا يسبب لك ارباك كلام البعض. كثير كلام الناس خد منه فقط البعض، مو اي شيء قال تصدق زي انت خوي لازم يبرو من الا بعض. نصيحتي ليك لا تاخذ بي نصيحه، وانت كالبوا عليك فحكمهم حكم النضيح. انا اللي كان ستر وغطى صار ادور لك الفضيحه، سودت الاوجه اللي واجهوا بوجوه كليحه. لو كنت بدالك ابدا ما بكون اللطيف، ليش اكون انا الطيب وطبعهم طبع الصهاينه؟ بس يبقى العيش والملح والدق النظيف والرفقه الطيبه عزوتك لامورك صاينه. بدالك هل صالح الشاب ولا بتعيش زي موسيقى؟ هذه الدنيا دنيا والدنيا هي كروس لاب، بس هذه دنيا انا سلف وداي. لو كنت بدالك هل صالح الشاب ولا بتعيش زي موسيقى؟ هذه الدنيا دنيا والدنيا هي كروس لاب، بس هذه دنيا انا سلف وداي.
اول مره اشوف طارق هادي يغني باسلوب هادي كذا وبروقان. اول مره العراق نظرتي للدنيا تعتمد على فلسفة خير وشر جنة ونار عدل وظلم برد ودفى حق وباطل باقي وزائل وصل وجفى انت اختار موقعك بين هذه الأضداد وكفى حسب ما أؤمن فيه الإنسان حر في قراره يختار ايش يحب يكون في الدنيا شعاره الحق واضح والباطل أوضح عند اختياره بينهم صراع ليوم الدين ما يوقف شراره مفتوحة لك بيبان كله بيبان مكشوف يوم الحساب عدل بالميزان وتشوف وعد ربي حق ما تلقى الكلام وتبديل ولا تحويل الثقيل بيخلي كفة ميزانك تميل لو كنت بدالك إذا اشتد البغي انتصر لا ترضى بالظلم لا ترضى تنحط الأسر واثق في ربي ما أهاد باخذ حقي وأنا مصر بقوة الحق الحجر في اليد انعصر لو كنت بدالك هل نصالح الشام ولا بتعيش زي موسيم هذه الدنيا دنيا والدنيا كروس لاب بس هذه دنيا ما سلف ودين بدالك عن صالح الشام ولا بتعيش زي موسيم هذي الدنيا دنيا والدنيا هي كروس لاين بس هذه دنيا ما سلف ودين ممكن بدالك عن صالح الشام ولا بتعيش زي موسيم هذي الدنيا دنيا والدنيا هي كروس لاين بس هذه دنيا ما سلف ودين. تبوا الحق ولا ولد عمه؟ ما عجبني الفيديو، كلمات جيدة، عمل هادف، اللي يقول عيال الغربية ما ينزلوا عمل هادف وهذه عمل هادف، ولكن التصوير والإيديتنج ما ناسبني جدا. ليش؟ أول شيء ما هذا مو ما أحسه تصوير رائد، تصوير رائد أفضل من كذا. من ناحية الإيديتنج مستعمل الـ HDR، يعني أغلب الفيديو مستعمل فيه الـ HDR، بعض المشاهد فيها نويز وبعض المشاهد ألوان مزودة بحبتين زيادة. طبعا تقنية الـ HDR زي ما تقولوا في الشعر ضرورة شعرية، هذه ضرورة إيديتنجية. أوكي، كنت أتمنى أنه يستعمل إنارة، يعني رائد دائما يستعمل إنارة، لكن المرة هذه ما نعرف ليه ما استعمل إنارة في كذا مشهد كذا، يعني ما في أي احترافية. العمل خاب التوقعات صراحة فيه، ولكن الجميل في الموضوع العمل هادف، العمل هادي، العمل يجمع ثلاثة من عيال الجروب وفيها حكم. الحياة سلف ودين، وإذا سمعت من برا عن خويك وخويك اللزم يعني ما تصدق تستبين من الموضوع، وإن وجودنا في الحياة زي ما قال صقر، إن وجودنا في الحياة دي مجرد إننا موجودين في الحياة دي هذا أكبر امتحان. العمل بشكل عام ما عجبني، ما أدري هل إنه عشان استعجلوه أو إنه شيء زي كده. بالنسبة للي يقول إنه عيال الغربية تأخروا، لا ما يتأخروا، عمل طحس نزل قبل أقل من 6 شهور، وعمل أنفض القلم أقل من 3 شهور، يعني كل 3 شهور عمل مرة جيد. الأعمال هذه مكلفة، بالذات إذا الواحد اضطر يطور من معداته، كاميراته، إنارته، حامل الكاميرا، برامج الإيديتنج. طبعا أتمنى مستقبلا، أتمنى 3 أشياء: كلاش عيد تسجيل وتصوير فيديو كليب أمي، لأنه الجميع أجمع، الخصم والصديق أجمع إنها من أقوى أغاني نزلت في الراب العربي، مو في الراب السعودي، في الراب العربي. ثاني شيء أتمنى إنه ينزل بعمل لوحده. ثالث شيء، هذا الشيء الشرير، أتمنى إنه ينزل بعمل زي 100 بار، اللي اليوم كذا الخصوم لسه يردوا على بارات في 100 بار، فيعني لو نزل 200 بار كذا شخلهم شيء جميل. وبس، هذا اللي كان عندنا، أتمنى عجبكم الفيديو، كان معاكم باسم، شوفكم فيديو تاني إن شاء الله، والسلام عليكم. من يومي أتعس أي حد يجي في طريقي وهم يدروا، قالوا أعداء كثار يا شيخ خليهم يسروا، ترى في ميزان الرجال كل اللي قدروا، قدر أي واحد فيهم إني أعتلي ظهره. أقدم أعدائي كما تركب الفرس، أجلد أدبارهم جلد كالأسد إذا افترس. غضنفة إني الكر منهم الفرق، كأني عمهم صدام أطوهم بيدي الضرب. أنا على الله أبوي شوارك نابتة على فروج نساء، شوف أفعالهم وقارب، ما ظلمتهم في وصفهم، انغمس وسطهم ويذوقوا ضرهم واطلع سليم بوسيس. لنهم واحد كفرة يتعباله في الخزان، واللي ينزل لي دس قبل كم يوم من رمضان، واللي هايد في النت بس في الشارع انهان. ايش الهرجة؟ اعدائي سناديل يا مام، كأني توقع في الساحة وماني محصل بيكي، ماني محصل هت، ماتوا الرجال وبيكي وراعينه بزران، مالوا الراب ذول السلابة كلهم حباحب يسوقوا المعلم الكذاب، والهم دمي كل انه سحابة اية سحابة، وانت يوم تمسك قلم تبدأ ترجع في الكتابة. اقول لو فيكم رجل يجي ويدعس قال لي بيتزا بيتا شيتا باربس.